بسم الله. أيها الأحبة، قصة مرت بي لما كنت إماما في أحد المساجد وخطبت به سنينا طوالا حتى تركته رغما عني. هذه القصة تدور حول امرأة كانت تقف بباب المسجد دائما، وكانت تسأل الناس إلحافا، تسأل الناس إلحافا وتشتد في المسألة، وكلما خرج الناس وجدوها عند الباب أعطوها ما معهم في يوم الجمعة. وسألت الناس في المسجد فأخبروا أنها لا تأتي إلا في يوم الجمعة، وكان الناس يعطونها حتى رآها الناس كثيرا عند باب هذا المسجد. فبدأ بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يبخل. وفي يوم بعد أن خطبت الجمعة وانتهيت من السنة وخرجت من باب الإمام، إذا المرأة أمام الباب تنتظرني، فقالت: أنت يا هذا؟ فقلت لها: نعم. قالت: إن الناس كانوا يعطونني والآن لم يعطني أحد، ووالله إن ورائي صبية لا كافل لهم ولا كاسب لهم إلا أنا، وإني لا أجد عملا ولا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أترك بنياتي وأبنائي في البيت، ولا آتي إلا في هذا الوقت بعد أن أنسق مع جيراني ليحفظوا أولادي حتى أعود إليهم، وإن الجيران هم بأنفسهم فقراء ولا يجدون إلا القليل، فأنا في هذا اليوم الذي أجمع فيه أنفق به على أولادي. فقلت لها: يا أختي، لو أعطيناك أو أعطاك غيرنا هل لجأت إلى الله قبل أن تلجئي إلى الناس؟ وهل سألت الله سبحانه وتعالى قبل أن تذهبي إلى الناس؟ قالت: إني أعبد الله سبحانه وتعالى وآتي بالفرائض. قلت: عليك بالسنن، عليك بالنوافل، واعلمي أن من أعظم ما يجلب الرزق أن تستغفري الله سبحانه وتعالى، وأن تكثري من الاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ووالله العظيم ليرزقنك الله من حيث لا تحتسبين، بشرط أن تتقي الله في سرك وفي علنك، وليكن الاستغفار منك ومن أبنائك. فعادت إلى بيتها وأخذت تستغفر الله سبحانه وتعالى الجمعة كلها، وفي الجمعة القادمة لم تأتي عند الباب كعادتها، والجمعة التي بعدها لم تأتي، والجمعة الثالثة لم تأتي. فأصبح عندي هاجس أن أسأل عن هذه المرأة وأن أبحث عن خبرها لعله يكون فيها عظة وعبرة للناس. فسألت حتى وصلت إلى جارها، فقالوا: إنها رحلت من البيت، أخذت أبناءها ورحلت. فقلت لهم: إنها كانت فقيرة، كيف رحلت؟ قالوا: سبحان الله العظيم، فجأة وهي على الحال التي أخبرتها بها، وقد أخبرتنا أن إمام المسجد قال لي: إلزمي الاستغفار والزمي لا حول ولا قوة إلا بالله، واتق الله في سرك وفي علنك، أصبحت لا تترك الاستغفار أبدا ولا تترك قول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أصبح هذا الأسبوع كله في هذا، وأولادها معها يستغفرون. فوالله ما هي إلا أيام قلائل حتى أتى ابن عم لها وخطبها ووافقت وتزوجها. اعلموا أن ابن عمها هذا هو من أغنى أغنياء الرياض، بل يعتبر من أكبر أثرياء المملكة العربية السعودية، وهو يملك من المال الشيء الكثير، لكنه كان لا يلتفت إليها. فسألت عنه وكلمته هاتفيا وسألته عن المرأة، فقال: أنت فلان؟ قلت: نعم. قال: أخبرتني بقصتك، ووالله ما كنت أفكر فيها ولا في الزواج منها، وما كنت أعرفها حتى نمت ليلة
من الليالي، فأتى من يوقظني من نومي يقول لي: اذهب إلى فلانة واحتوي أولادها وأعطها مما وسع الله به عليك. فسألت أمي وأخواتي عن هذه المرأة فقالوا: إنها أرملة فلان، وإنه لا كاسب لهم، وإنهم يعيشون في المدينة الفلانية. فارتحلت أنا وأمي وذهبنا لهم وقد أحضرنا معنا شيئا من الطعام والأكل والشراب. فلما جئنا ودخلنا عندهم قلت: إن الله أرسل لكم هذا، ووالله ما استطعت النوم حتى آتيكم بهذا، وقد أيقظني من ماذا تفعلون؟ قالت: لزمت ما أمرني به الإمام، الاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما أراد أن ينصرف يقول: ونحن خارجون في السيارة قالت لي أمي: يا ولدي، ألا تكسب في هذه الفتاة ثواب؟ إنها لا زالت صغيرة السن وهي امرأة صالحة، ووالله يا ولدي إنها جميلة فتزوجها. فقلت: يا أمي عودي فاخطبيها لي. فعدنا فدخلت أمي عليهم مرة ثانية وخطبتها فتزوجتها وأملكتها بيتا من أغنى البيوت وأوسعها، وكان هذا بفضل لزومها للاستغفار وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يلجؤون إلى الله قبل أن يلجؤوا إلى الناس، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.